لم يتوقع كثيرون من أنصار ريال مدريد أن يغادر المدرب زين الدين زيدان بهذه السرعة، لكن زيزو يبدو أنه أراد أن يتنحى وهو في القمة كما فعلها عندما كان لاعب. ومنذ اللحظة الأولى لإعلان استقالته بدأت تتردد أسماء كثيرة لخلافته، مثل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشينو والإيطاليان أنطونيو كونتي وماسيميليانو أليغري والألماني يواخيم لوف وغيرهم. لكن وحتى هذه اللحظة لم يحسم الأمر بتعيين مدرب جديد لريال مدريد. خبر استقالة زيدان بعد لقبه الثالث على التوالي لدوري أبطال أوروبا لم يكن الوحيد الذي أزعج عشاق الريال، فنجم الفريق وأفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو هو الآخر قد لا يمثل الفريق الملكي في الموسم المقبل. فوسائل الإعلام الإسبانية قالت أن رونالدو أبلغ زملائه في الفريق الملكي في نهائي دوري أبطال بمغادرته الريال. مشكلة رونالدو مع النادي الملكي قد تكون مادية في الأساس، فالدون يريد أن يحصل على أعلى راتب سنوي في العالم لأي لاعب، في حين يرفض رئيس النادي فلورنتينو بيريز ذلك. وبين أصرار رونالدو ورفض فلورنتينو تبقى العقبة الأساسية لأي ناد يريد استغلال هذه المشكلة لضم أفضل لاعب في العالم إلى صفوفه تكمن في المليار دولار قيمة العقد الجزائي. ومن المؤكد أن المبلغ كبير جدا، لكن حتى وإن كان هناك أحد الأندية مستعدا لدفع المبلغ فإنه لن يخاطر بضم لاعب في عامه 33 حتى وإن كان أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو.